بدأ العد العكسي للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السنغال. الرئيس المنتهي ولايته عبد الله واد كان قد توقع أنه سيحقق فوزاً مباشراً، لكنه يواجه اليوم منافسة الرئيس السابق للحكومة ماكي سال. هنا في فاتيك جنوب شرق داكار ما من شك حول من هو رجل السنغال الأول. حتى في منزلي وداخل الغرف لقد وضعنا صور ماكسال هناك أيضا، إنه قائدنا ونصوت له ولا نخاف من الاعتراف بذلك. لكن بعد 9 سنوات من الاهتمام بقرية يسكنها نحو 30,000 لا تبدو الأمور كاملة. المطار بالكاد رحب بأولى رحلاته، دار البلدية لم يكتمل تجهيزها بعد والشوارع لا تزال مظلمة. منذ رحيل حكومة واد عام 2008 بانتهاء المدة توقف العمل في كل الأشغال، وهذا ما يفسره أحد أعيان القرية بالسياسة. إنها مسؤولية عبد الله واد عندما رفض إعطاء تعليماته لصرف الأموال لوزارة المال وبالتالي توقف العمل. لقد أوقف استيراد بعض المواد فمنع الشركات من العمل وبعض المؤسسات أيضا، وهذا ما حصل هناك. في الجولة الثانية في 25 من أذار مارس الجاري سيحصل ماكي سال على دعم من تحالف المعارضة، ما يعزز فرصه بالفوز ويزيد من أمال سكان فاتيك بالحصول على الإنماء الذي لطالما كانوا في انتظاره.